بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقنا إلا بالله وما اعتمادنا إلا على الله. أنا الرقيب أول حسن البويضاني من مرتبات القيادة العامة إدارة شؤون الضباط. أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد وشبيحته وانضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. أنا المجند جمال حميد، أعلن انشقاقي عن كتيبة كتائب الأسد الغاشمة، وأعلن انضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. على المجند علاء موسى من مرتبات الفرع 14 قوات خاصة، أعلن انشقاقي عن عصابات الأسد وانضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. أنا المجند حسام الجوري، أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة وانضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. أنا المجند شادي الشيخ، وأعلن انشقاقي عن الفرقة الرابعة وانضم إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. أنا المجند عمر الشمالي، أعلن انشقاقي عن الحرس الجمهوري وأعلن انضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. أنا المجند نايف سليمة، أعلن انشقاقي عن عصابات الأسد المجرم وانضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر، وهذه هويتي. أنا الشرطة فراس الرفاعي، أعلن انشقاقي عن كتيبة الأسد المجرم وانضمامي إلى كتيبة شهداء بابا عمر،